كما اعلن البيت الابيض نجاح ضربات المقاتلات الامريكيه وقاذفاته من طراز بي 1 التي استهدفت ميليشيات ايران في العراق وسوريا المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي اوضح ان الضربات التي استمرت لنحو 30 دقيقه استهدفت 85 هدفا بسبعه مواقع مختلفه ثلاثه منها في العراق وأربعة في سوريا كما أشار كيربي إلى أن المقاتلات الأمريكية استخدمت خلال الضربات على ميليشيات إيران أكثر من 125 مقذوفا وصاروخا دقيق التوجيه وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن أبلغت بغداد قبل شن الهجمات مشيرا إلى أن الرد الأمريكي على ميليشيات إيران بدأ الليلة ولن ينتهي وحول المواجهه مع ايران شدد المتحدث باسم البيت الابيض ان بلاده لا تسعى للدخول في حرب معها